يا راما. حاضر يا حاج. حاضر يا مان. حاضر. المعلم صابر نخنوخ حبيب قلبي جندي المجهول لفرحة النهارده. انت مش مريح طالما فيك دايم مش مريح. البعد بينا يهون وازاي تقدر عليه ويقدر عليه قلبك
طب ايه خلك تودعني وازاي تسمعني كلمة وداع منك؟ يلا بينا مع بعض. على ايه البعد بينا ايه وازاي تقدر علي وعلي قلبك؟ طب ايه خلك تودعني وازاي تسمعني كلمة وداع؟ يا حبيبي لو جاش الجو محتاج دواء، يا حبيبي لو جاش من عمري انا عمري، يا حبيبي لو جاش، يا حبيبي لو جاش من عمري انا عمري ارشا. يا حبيبي يا حبيبي انت مقابل في الشارع للدماء المصرية. أهل عريس في الدنيا وقصاصة من القتلة والمجرمين. حق علينا واجب النفاذ. الإنارة والفراشة الحديثة القاسي والداني عم طاهر المحمد وبيت المحمدي كل بيت المحمدي بنسلم عليهم وحب الله جدعان وسيفا اللي بيحب مصر الإرهاب اللي بيحب مصر يرفع ايده للدنيا في ثورة
رحنا الصيدلية جبنا دواء للكحة. دكتور الحقني عايز ايه؟ بتاع الكرباج السوداني، بتاع الكرباج السوداني، ده بتاع الكرباج. عايز ايه؟ عايز اكرم. طب صلى على النبي ارجع ورا الشهادة ده، صلى على النبي يا وش، صلى على النبي، صلى على النبي عشان انت على جسم هنا. الحو بيقول الخمس دقايق ده عمره وانمع سايكوهات ولشاش قبل ما نجيب الفقرات اللي معانا. صلى على النبي يا ابو ادهم. في زملكاويه طحونه. بص بص، مش انت ليك اللي هم يشقلطه هشقلطهم لك. ماشي سيبني الخالي بقى، سيبني الخالي. في زملكاويه طحونه. لا في، لا في، ما فيش. طب اللي كده هيبان، واللي كده هيبان. يا الشاش حضرتك هتجيب رعاش، لو في حد سقف يبقى زملكاوي. هنشتغل على سقفة الزملكاوية. ها في ولا لا؟ عرفت انت صالومهم؟ انت صالومهم والله. في والله ما في. طب كده 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 يا زمالك السوبر راح يا زمالك. كده 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 يا زمالك السوبر راح يا زمالك. طب حد من الزملكاوية يا اوشا يعرف السوبر راح فين؟ ولا اقول له الزملكاوية يعرف ان السوبر في المقلة، اما الشياطين الحمر عارفين ان السوبر في الجزيرة، صح؟ بص يا اوشا انت اشتغلت طبعا على سقفة الزملكاوية، انا اوريك بقى سقفة الشياطين الحمر. الشياطين الحمر الاهلاوية مبدئيا ترفع حدال الاتنين اللي فوق والسقف على الرعاش. ها ايه ايه شايف الاهلاوية؟ عارف مشكلة الشعب المصري ايه؟ استنى يا هوش، استنى يا هوش، انت مفتري قوي. هو انت مفيش معاك فرامل؟ في ايه؟ الشعب المصري ده مفتري. تقول الاهلاوية الفرح يتكسر، وهوريك بروفة دلوقتي زي القرموطي. الاهلاوية من عند في الزملكاوية يقولوا ها. لا 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 لا، مش دول الاهلاوية كده، اكن قلت الاسماعيلي. بقول الاهلاوية لسه واخدين بطولة، عايز صوت قوي. الاهلاوية من عند في الزملكاوية يقولوا ها. بص سمعت لما قلت الاهل عمل ايه؟ خلي بالك بقى في اللي جاي. اول ما كتب القلم يا مسلمين كتب القلم. ده ربنا طبعا لازم صوته بيبقى كده بس فيه اعلى. طب تاني ما كتب القلم سيدنا محمد رسول الله يفتح عليكم. طب ممكن اللي مع الله يرفع ايده فوق؟ طب اللي بيخاف من ربنا يقف ربنا، اللي بيخاف من ربنا يقف ربنا، اللي بيخاف من ربنا يقف ربنا. ابوك راجل يا اللي ترفع ايدك يسقف على النبي ويرجع تاني واقول لك هو المسرح عشان كهربا فصل.